اهلا بيكم. النهارده هنتكلم على ماتش النادي الاهلي وطلائع الجيش واللي انتهى 0-0، وكمان ماتش بيراميدز وسيراميكا كليوباترا اللي انتهى بفوز سيراميكا 1-0. كمان هنتكلم على الحكمين اللي حصل عليهم الكابتن محمود الخطيب النهارده في قضايا السب والقصف على المستشار مرتضى منصور. تابعوا الحلقه لاخر، شير ولايك وكومنت. الكوره مع ميجا. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه من برنامجكم الكوره مع ميجا. يعني لو بتابع حلقاتي احسن لك ما تتفرجش على الحلقه دي، لان الحلقه دي مفيش فيها حاجه تنقال. ماتشين في الدوري المصري العام، الاهلي بيلاعب طلائع الجيش وسيراميكا بيلاعب بيراميدز. ماتش بيراميدز وسيراميكا ما اتفرجتش عليه، بس بيراميدز خسر 1-0 مع في اول مباراه مع مدربه اليوناني، وخسر اول مباراه وظل رصيده عند 29 نقطه في المركز الثالث خلف النادي الاهلي اللي عنده 32 نقطه من 13 مباراه، خلف المتصدر نادي الزمالك اللي لعب 15 مباراه وعنده 35 نقطه. طبعا جمهور الاهلاويه هيحسب لك لينا ماتشين ولو كسبناهم نتصدر والكلام ده، بس اللي احنا شايفينه على ارض الواقع ما يطمنش. موسمين في مباريات النادي الاهلي مع الفرق اللي بتدافع فقط، ما بيقدرش يعمل اي حاجه وما عندوش حاجه جديده يضيفها، لكنه بيقدر يلعب على الفرق الكبيره اللي بتكون تكتيك وجمل بيلعبوا عليها، بيقدر هو يلعب على المساحات بتاعتهم والكره اللي من ورا لقدام وبيخلف الدفاعات الخصم يقدر يجيب الجول ويقدر التعادل. وزي ما احنا شفنا في ماتشات كتيره في بطوله افريقيا، والدليل ان بيتسو موسيماني مع الاهلي في افريقيا متفوق ومكتسح، وهو الفريق الوحيد اللي وصل الدور نص النهائي. طب انا هقول ايه على ماتش النهارده؟ ما اقدرش اقول اكتر من انه كان ماتش حصه تدريبيه. كابتن طارق العشري، مع احترامنا الكبير لكل مدربين الدوري المصري، اقولهم كابتن طارق العشري وكابتن علاء عبعال وكابتن بسيوني وكل المدربين اللي بيدربوا الفرق اللي هي ما عندهاش طموح. الفرق دي اقصى طموحها ان هي تبقى موجوده في الدوري، فبينزل يموت لك الماتش، ما بتلعبش كوره اصلا. يا جماعه دي كوره، جايين نلعب، العب عشان تجيب الجول عشان تكسب. انما لو جه في جول مثلا يبتدي يهاجم ويبتدي يلعب. طب ليه طيب؟ بيلعب على جمله واحده، ممكن يخطف هجمه مرتده ويجيب بيها جول ويخلص الماتش زي اللي حصل في اخر دقيقه في المباراه، وكان مهاجم النادي طلع الجيش كان يقدر يجيب الكوره جول، لكن يعني كده تقول العارضه اتحركت كده للنادي الاهلي والكوره خبطت في العارضه وطلعت بره وانتهت المباراه 0-0. ما شفناش النادي الاهلي وانا نادي طلائع الجيش طوال المباراه، ما فيش اي كوره تذكر ولا اي حاجه اصلا نتكلم عليها، ما فيش فنيات، ما فيش اي حاجه، ولا تقدر تقول مثلا طلع لعيب ما عمل خمس تغييرات وما شفناش اي تغيير. يعني كوره ولا اسوأ، انا ما اعرفش الكوره اللي في مصر دي جايبينها منين والكوره اللي في اوروبا دي جايه منين. ناس بني ادمين زينا يعني وبينزلوا في كوره و11 بيلعبوا 11، ليه ما تنزلوش تلعبوا كوره؟ ليه ريال مدريد بيلعب في انجلترا امبارح قدام مانشستر سيتي، صحيح خسر 4-3 ولكنه قدم مباراه عالميه، مش فارق هو بيلعب في لندن ولا بيلعب في اسبانيا، احنا فرقتين من بلد واحده وبيلعبوا كوره مش موجود اصلا على الكوكب. يعني اتمنى اشوفكم في حلقات افضل من كده وكورة أفضل من كده وكورة مشجعة. كمان النهاردة المحكمة حكمت في قضيتين سب وقصف على الكابتن محمود الخطيب، وأخذ في كل قضية سنة حبس مع النفاذ وغرامة. طبعا حكم درجة أولى لسه عليه استئناف. النادي الأهلي نزل بيان ونادي الزمالك رد على البيان بطريقة عشوائية كالعادة يعني، ولكن ده حكم محكمة محدش يقدر يتكلم عليه. طبعا زي ما قلنا في درجات التقاضي لسه استئناف ونقض وخلافه، ما نعرفش القضيه هتوصل على ايه، ولكن اللي انا عاوز اقوله ان مرتضى منصور ما بيطلعش في اي برنامج او اي تصريح او اي فيديو على اليوتيوب الا وبيذكر فيه كابتن محمود الخطيب. الكابتن الخطيب ما سمعناهوش على الاطلاق اتكلم على الكابتن مرتضى منصور، لا بكلمه حلوه ولا بكلمه وحشه. انا ما اعرفش ليه مرتضى منصور كل ما بيطلع في مؤتمر او كل ما بيطلع في حلقه لازم يجيب سيره النادي الاهلي، وعشان كده سيظل نادي الزمالك كما هو الادب غيبوا عقل جمهورهم، شالوا عقلهم وحطوا مكانهم المؤامره، وان النادي الاهلي مضطهد نادي الزمالك، وان نادي الزمالك مظلوم ومضطهد على مدار العصور. صار جماهير الزمالك تلتمس العذر للاعبتها على ممر العصور، وزي ما احنا شايفين بياخدوا اعلى مرتبات والنتيجه صفر. خلصنا.